السرية يس. يعني ما بغيتيش تعطي أي تصريح؟ أي تصريح، ولكن كان أكد الرأي العام الوطني أنه لا يوجد فيديو إلى حد الآن، وبأنه الاستنتاج الرسمي لا وجود لأي فيديو مرتبطة بنعيمة بدا. ولكن هناك فيديوهات مرتبطة بالمشتكيات المغريات. لا أدري، اليوم تكلمنا عن فيديوهات وهمية مفترضة محتملة، وأخيرا وصلنا أنه ما كاينش.